حضر السيد عمر. ووصلنا معكم أعزائي المشاهدين في رحلة الدوري لهذا الموسم 94-95 إلى الدور السادس. هل حدثت مفاجآت في هذا الدور؟ وكم هي قيمة جائزة اللوتو؟ ما راح نقول لكم على هذه المعلومات في بداية البرنامج، بس نقول لكم بعض نتائجها اللي تحققت مساء هذا اليوم. في ملعب الرمادي، فريق الرمادي حقق نتيجة كبيرة على فريق أربيل بفوزه عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء. يعني اليوم ما شاء الله الأهداف كثيرة في مباريات الدور الخامس، يمكن راح يكون الدور الأكثر أهدافاً، ونتائج كبيرة تحققت لبعض الفرق وفرق أخرى حافظت على مواقعها ضمن تسلسل الدوري، وفرق نزلت إلى مراكز أدنى وفرق صعدت إلى مراكز أعلى. إذن أعزائي المشاهدين نبتدأ مع أهم المباريات. ليش نقول أهم المباريات؟ مباريات حدثت فيها مفاجآت ومفارقات وكذلك أهداف خمسة نقدر نقول عليها أجمل أهداف هذا الدور، الدور السادس، في ملعب والبين الزوراء والجيش، وهذا اللقاء اللي راح نشاهده وياكم بتفاصيله في المباراة التي جرت عصر هذا اليوم. نبدأ مخرج المباراة الأولى بين الزوراء ملابس البيضاء ونادي الجيش بالملابس الحمراء. الشوط الأول من هذه المباراة أعزائي المشاهدين، وما ننسى نتيجة المرحلة الأولى بين الفريقين، فوز كبير لصالح الزوراء بتسعة أهداف مقابل لا شيء، لكن في هذا الدور فريق الجيش كان على غير صورته في المرحلة الأولى، هو الآن يسجل الهدف الأول على فريق الزوراء في هذه المباراة، وطبعا الرادية تنكسر من وراء هذه الحركة لاعب فريق الجيش، يعني كان يمكن يكون أغلى هدف في حياته، ونشاهد طريقة تسجيل هذا الهدف، طريقة جميلة إلى العمود البعيد إلى يمين عامر عبد الوهاب، وفريق الزوراء بعد هذا الهدف كانت إلى هجمات، ونشاهد وياكم كيف استطاع فريق الجيش أن يسجل الهدف الثاني. يعني الآن في ملعب الشعب الدولي فريق الزوراء خاسر فريق الزوراء بعد هذين الهدفين، ماذا يفعل في ملعب الشعب الدولي؟ هجمات على مرمى فريق الجيش وتستمر الهجمة، ومحمد جاسم كرة إلى داخل منطقة الجزاء، وجوان جوزيف اللي كان اليوم بمستوى رائع وجيد في فريق الزوراء يسجل الهدف الأول لصالح فريق الزوراء في شوط المباراة الأول. إذا النتيجة الآن 2-1 لصالح الجيش في شوط المباراة الأول في ملعب الشعب الدولي. شاهد طريقة تسجيل الهدف، هدف جميل لصالح فريق الزوراء اللي أنهى به الشوط الأول وأيضا أضاع هذه الفرصة السهلة. الشوط الأول تقدم فريق الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، وفي شوط المباراة الثاني شاهد وياكم الزوراء عن طريق اللاعب هشام علي، شاهد مرة أخرى طريقة تسجيل هدف، يمكن لو 100 مرة هشام علي يطوها هذه الكرة ما يسجل هدف منها، لكن هذه الكرة استطاع أن يسجل منها هدف، هدف جميل وصعب في مرمى فريق الجيش. إذا مثل ما قلنا كرة القدم هي 90 دقيقة، وفريق الزوراء من دخل عليه هدفين ما توقف عن اللعب بهجماته، ومظهر خلف ومفيد عاصم يسجل الهدف الثالث لصالح فريق الزوراء. مظهر صنع هدفين في هذه المباراة، والزوراء الآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نتيجة تعتبر كبيرة لصالح فريق الزوراء اللي كان خاسر بهدفين مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول. مفيد عاصم أيضا هدف جميل مثل ما ذكرنا لكم، كانت أهداف هذه المباراة الخمسة أهداف جميلة. تستمر هجمات الزوراء بعد هذا الهدف وتبقى النتيجة
فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي الجيش. وحارس المرمى كاد يتسبب في هدف بسبب أرضية الملعب المبتلة بالأمطار ليوم أمس، وتستمر هذه الهجمة وهذه الكرة اللي أنقذ حارس المرمى. نتائج المباريات الأخرى، فريق الديوانية يخسر أمام فريق الشرطة في ملعب الديوانية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي ملعب سامراء النجف يحقق نتيجة جيدة أخرى بفوز على فريق سامراء بأربعة أهداف مقابل لا شيء. ومن نتائج المباريات الأخرى، في ملعب الناصرية، الناصرية والصناعة التعادل بدون أهداف. وفي ملعب العمارة، العمارة والعمال فوز فريق العمارة بهدف واحد مقابل لا شيء. وشركة بابل في ملعب النفط، ولقاء فريقي النفط والموصل، واللي جرى على أرض مليئة بالمياه بسبب الأمطار ليوم أمس. والشوط الأول وهجمات صالة فريق النفط وكرة إلى خارج الملعب، أيضا هذه الكرة إلى خارج الملعب وفريق الموصل، وهذه الهجمة إلى داخل الهدف عن طريق اللاعب سعد علي لسجل الهدف الأول لصالة فريق الموصل بكرة ذكية إلى فوق حارس المرمى. بعد هذا الهدف وهذه الكرة كادت أن تدخل الهدف بسبب أيضا أرضية الملعب، والشوط الأول تقدم الموصل بهدف واحد مقابل لا شيء. وفي شوط المباراة الثاني، هل يحافظ فريق الموصل على هذا الفوز الثمين؟ وهذه الكرة أيضا إلى خارج الملعب وفريق النفط ميئس وتستمر هجماته، وهذه الكرة أنقذها مدافع فريق الموصل أيضا إلى خارج الملعب. ومن هذه الكرة جاء هدف التعادل لصالح فريق النفط عن طريق اللاعب حيدر محمود. وفي ملعب الكرخ أيضا جرت مباراة مهمة بين فريقي الكرخ ملابس الصفراء ونادي بابل بالملابس الحمراء. الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي شوط المباراة الثاني سجل فريق الكرخ هدف وفريق بابل يسجل الآن هدف التعادل. ونشاهد فرحة الجمهور بعد تسجيل هذا الهدف بطريقة تعبر عن فرحة بهذا الهدف. الأخوان مو مصدقين أنه جايبين هدف في هذه المباراة. وتستمر المباراة الآن التعادل بين فريقي الكرخ وبابل، وحكم المباراة تحتسب ضربة جزاء لصالح فريق الكرخ. سجل منها علي هاشم الهدف الثاني لتنتهي هذه المباراة بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد لنادي بابل.
وفي ملعب الكشافة جرت مباراة مهمة بين فريقي طلا ملابس البيضاء ونادي ديالة ملابس الصفراء والسراويل الزرقاء، وضرب الجزاء احتسبها حكم مباراة السيد عزيز كريم لصالح فريق الطلبة. سنعود لهذه الضربة في يوم السبت القادم، ويسجل منها علي حسن الهدف الأول لصالح فريق الطلبة في هذه المباراة. أيضا جمهور غفير يشجع فريق الطلبة في هذه المباراة اللي جرت في ملعب الكشافة. ومن هذه الكرة يسجل فريق ديالة هدف التعادل قبل نهاية المباراة بربع ساعة، لتكون نتيجة الآن التعادل بهدف واحد لكل منهما. وقبل نهايتها بدقائق سجل سلام عمر هدف الفوز الثمين لصالح فريق الطلبة في هذه المباراة. إذن المباراة انتهت 2-1 لصالح فريق الطلبة. وفي ملعب كربلاء أعزائي المشاهدين جرت أيضا مباراة مهمة بين فريقي الجوية ملابس الزرقاء ونادي كربلاء. أيضا أثرت الأمطار يوم أمس على أرضية هذا الملعب، ونشاهد تزلج فني على الماء، وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء لصالح فريق كربلاء. هل كان هناك أثار من حارس المرمى أم كانت أرضية الملعب هي اللي جعلت اللاعب يتزحلق؟ أيضا سنعود لهذه الحالة يوم السبت القادم. وضربة الجزاء ذهبت إلى خارج الملعب. وأكرم عمانويل وجعفر عمران يسجل الهدف الأول لصالح فريق الجوية في شوط المباراة الأول. استغل تباطؤ دفاع وحارس مرمى فريق كربلاء يسجل هذا الهدف. نشاهد كان هناك مدافع وحارس مرمى ومدافع أيضا داخل الهدف، وجعفر كرة ذكية إلى داخل الهدف ليسجل من الهدف الأول لصالح فريق الجوية. شاهد التزلج الفني، وتستمر هذه المباراة وفريق كربلاء يسجل هدف التعادل في شوط المباراة الأول. إذا النتيجة الآن التعادل 1-1، والقاع عطيان واللاعب ما مصدق مسجل الهدف، ونشاهد طريقة تسجيل الهدف لصالح فريق كربلاء. النتيجة الآن 1-1 في شوط المباراة الأول. وتستمر هجمات فريق كربلاء في هذا الشوط، وهذه الكرة تضيع إلى خارج الملعب. الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما. وفي شوط المباراة الثاني هل تغيرت نتيجة هذه المباراة؟ وهذه الكرة كادت أن تكون هدف لصالح فريق الجوية. يعني صعب اللعب على هكذا أرضية، ومن هذه الكرة اللي استفاد منها فريق الجوية سجل منها كاظم جابر الهدف الثاني لصالح فريق القوة في هذه المباراة. نشاهدها يعني حارس المرمى ولاعب فريق الجوية انخدعوا بهذه الكرة اللي استقرت، وكاظم جابر بذكاء إلى داخل الهدف. تستمر الهجمات، وأكرم كاد أن يسجل هدف من هذه الكرة. وأحمد علي ينقذ هذه الكرة إلى خارج الملعب لتنتهي بفوز فريق الجوية بهدفين مقابل هدف واحد لنادي. وقيمة الجائزة للدور السادس المرحلة الثانية 3,593,682 دينار. البطاقة الرابحة اللي ينتظروها أعزائنا المشاهدين لاعبي هذه اليانصيب أو هذا اليانصيب، نبتدي من الرقم 1 2 X 1 1 1 2 2 1 1 2 X 1. مبروك للأخوة الفائزين.
إذن أعزائي المشاهدين، انتهت منافسات الدور السادس المرحلة الثانية. بعدها منتهت أكو هناك نتيجتين ما قلنا لكم عليها، لكن تعرفنا عليها من خلال البطاقة الرابحة. فريق الكوت يفوز على فريق كركوك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب كركوك، وفريق الميناء أيضا يحقق فوز جيد على فريق صلاح الدين بفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء. إذن بهذه النتيجتين عرفنا نتائج المباريات الـ12 اللي جرت مساء هذا اليوم. وبعد ما عرفنا نتائج المباريات نتعرف على موقف الفرق. فريق الزوراء لا يزال بالمركز الأول بـ79 نقطة، فريق الطلبة في المركز الثاني بـ71 نقطة، الجوية في المركز الثالث بـ65 نقطة، فريق الشرطة في المركز الرابع بـ64 نقطة، وفريق النجف في المركز الخامس أيضا بـ64 نقطة لكن بفارق الأهداف عن فريق الشرطة، النفط في المركز السادس بـ63 نقطة، الكرخ في المركز السابع، فريق الكرخ صعد إلى هذا المركز بـ57 نقطة، وفريق الجيش في المركز الثامن بـ57 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الكرخ، وسامراء في المركز التاسع بـ50 نقطة، وفريق الرمادي في المركز العاشر بـ49 نقطة. يعني الفرق من 1 إلى 10 ومنافساتها ما تبدلت منذ أدوار لهذه المرحلة. وبذلك أعزائي المشاهدين انتهت منافسات الدور السادس المرحلة الثانية، ونلتقيكم إن شاء الله في منافسات الدور السابع المرحلة الثانية اللي راح يجري يوم الاثنين.